عيونك وضحكتك وملامح وشك والكاركتر وهيئتك وتعاملك ورد فعلك بيبقى ليه إيحاء كده، وبيبقى ليه تأثير في نفوس الآخرين، وبيبدأوا إن هم يرسمولك صورة أول ما يشوفوك من أول مرة. مش ساعات أنت ممكن تشوف حد كده متصور في صورة بس ما بيتحركش، صورة ما فيهاش حياة، تقول ده طيب ده شرير، ده شكله مقبول ده شكله خانقني، ده حاسة ان هو لئيم، ده تحس ان هي ناعمة، مش كده يا جماعة؟ طيب الانطباع الاول بقى اللي على كل انثى من نساء الابراج اللي ممكن الرجل، وغالبا الرجل بيرسمه ليها، يعني مثلا انت لو هتتعاملي 100 هيشوفوكي في اليوم، توقعي ان 90 منهم اقل حاجة هيقولوا عنك الصفة اللي احنا هنقولها في حلقة النهاردة. رياكشناتك وملامحك والكاركتر بتاعك اداهم ايحاء بكده. ممكن يشوفوكي وانت بتتحركي بتتعاملي مع حد، ممكن حتى من التعامل الاول معاك. هل الانطباع دايما الاول بيكون صحيح؟ لا، مش دايما بيكون صحيح، ولكن غالبا بيكون صحيح. يلا بينا. اقول كده بكل ثقة ان الحلقة دي من امتع الحلقات اللي احنا هنشوفها يعني مع بعض، او اللي احنا هنستمتع بيه. برحب بيكم سريعا وبقول الجديد يعرفنا بنفسه برضو عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في قناتنا على اليوتيوب محمد ابو زيد ونفس الاسم على الفيسبوك يا ريت يشترك، ودوسوا لايك بقى لو انتوا شايفين ان الحلقة دي فعلا عجبتكم، يا ريت تدوسوا لايك عشان تعجب بقية أصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الحلقات ليهم. دوسوا لايك عشان نوصل لهم إشعار الحلقة ويقدروا إن هم يشوفوها معانا. الانطباع الأول اللي بياخده الرجل عن الأنثى من مشيتها وحركتها وحتى كلامها، وممكن من أول قعدة بيقعدها معاك. أنت ممكن تسألي نفسك كتير الرجل شايفني إزاي؟ هنوفر عليك في حلقة النهاردة وهنديك الأسباب ليه انت بتتشافي كده. توقعوا، اكتبوا، انا بقرا تعليقاتكم وبحب اشارككم. كل أنثى احساسها بنفسها ومن خلال خبرتها تتوقع الرجال ممكن تشوفها ازاي، او الناس بشكل عام بتشوفها ازاي. أنثى برج الحمل دائما الرجل لما يشوفها وما يعرفهاش او بيتعامل معاها لأول مرة يقول عنها أنثى قوية، هيبة، عندها طلة، عندها حضور. وقلت وهقول تاني، دايما لو شاب او رجل عايز يتعرف على الانثى دي بيبقى خايف، بيرتعش، حتى لو عنده ثقة في نفسه يقدم خطوة ويرجع خطوة لحد ما هي تديله الشجاعة لحاجة زي كده. انما يكلمها فيس تو فيس، وش وش كده، صعب. امال يعمل ايه؟ ممكن من بعيد يرمي كلمة كده، هو راكب حاجة، راكب عربية، ماشي. انما المواجهة معاها بتبقى صعبة على الرجل، عشان كده يقول لك دي أنثى قوية، هيبة في شخصيتها كده، من النعم اللي ربنا من عليها بيها إن هي أنثى هيبة بطبعها. أما الثورية أنثى برج الثور الترابي يقولوا عليها أنثى متحفظة، يعني حتى لو أنت بتتكلم معاها لأول مرة، حتى الإناث أو النساء اللي شكلها تلاقي الكلام بحساب وهم بيتكلموا معاها، ما تعرفش كده سبحان الله، تحس ان هي متحفظة فنق كلامي. يعني انا وانا بتكلم مع انثى الطور لاول مرة او بتعامل معاها اقول الانثى دي مش اي كلام ينفع يتقال لها، لازم ننقي وندقق ونختار كمان رزينة، يعني ما تقولش عليها خفيفة، تقول عليها انثى تقيلة وعقلانية كده. عارفين الانثى اللي احنا نقول عليها تقيلة في نفسها، ده الانطباع الاول اللي بنسبة مش 90%، 99% رجال واناث ياخدوه عن الانثى دي. اما الجوزائية فمن اول 3 ثواني تاخد انطباع عنها، بخلاف ان هي مرحة، يعني ان هي ذكية جدا. عارفين اللي هي بتفهمها وهي طايرة، عارفين الانثى اللي انت تقول عليها سريعة البديهة مش غبية ابدا، تاخد انطباع دايما الذكاء عن انثى برج الجوزاء دي اول ما تشوفها او اول ما تتكلم معاها 3 دقايق بس، سبحان الله. حتى لو حاولت تعمل نفسها غبية ما تعرفش، هي كده انتباهها للكلام، ردها السريع، اجابتها المفاجأة، اسئلتها القوية، كل ده يخليك تاخد انطباع ان دي انثى ذكية جدا. طبعا في انطباعات كتير ممكن تتخذ عن الأنثى لأول مرة، ولكن احنا بناخد الانطباع الشائع
الأكثر شهرة، المعروف المتعارف عليه يعني. السندريلا بقى، البسكوتة، أنثى برج السرطان، القبول. سبحان الله، مش في أنثى كده أنت تشوف أو بنوتة تقول ده مقبولة أوي، تحس كده إن أنت مشدود ليها وللقبول ده. أنثى برج السرطان من النساء والبنات اللي وضع رباني زي ما احنا بنقول كده. ذكرتوني بفيلم معين كده، اللي يقول وضع على وجهها القبول، هي من الإناث اللي ينقال عليها مقبولة. دايما انت تاخد الانطباع ده عنها في الأول، بس تحس ان. أما البرنسس بقى، أنثى برج الأسد، أنثى عندها كاريزما، مش تسمع كده يقول لك بنوتة كاريزما، أنثى كاريزما، امرأة كاريزما، واحقاقا للحق تاخد عنها انطباع الشراسة. يعني صعب ان انا اقول على انثى برج الاسد في اول مرة دي انثى هادية صراحة، وصعب ان حد يشوفها من اول مرة حتى لو قاعدة ساكتة ما بتتكلمش يقول عنها هادية، واحيانا ممكن كمان تتهمها بالغرور برضو حتى من غير ما تتكلم. سبحان الله، كاريزما وأنيقة في نفس الوقت، كل دي انطباعات على فكرة تتاخد عن أنثى برج الأسد. وسن التناكة شوية، الجماعة المصريين هم اللي فاهمين يعني ايه تناكة أكتر، لأن دي كلمة شائعة عندنا. الانطباعات دي هي اللي بتتاخد عن أنثى برج الأسد من أول نظرة، من أول قعدة، عشان تعرف الانطباع اللي بيتاخد عن. أما أنثى برج العذراء تشوفها كده كيوت في الأول كده، بالذات لو أنت بتتعامل معها أصل العذراوية، ما تاخدش عليك بسرعة، تاخد وقت على ما تعرفك الأول وتبدأ تاخد وتدي معاك. تقول عنها إن هي أنثى رقيقة قوي في البداية، ده الانطباع اللي أنت تاخده عن أنثى برج العذراء في البداية. تحس نظرتها هادية، بصتها هادية، كلامها في البداية، في البداية تحس إن هو بسيط قليل، صوتها واطي، تقول عليها رقيقة قوي في الانطباع الأول يعني، أو في النظرة الأولى، أو في المعاملة، أو في التعامل الأول. أما بقى أنثى برج الميزان، لازم تاخد عن أنثى برج الميزان إن هي أنثى شيك قوي، شيك فوق ما تتخيل. عارفين الموديلز زي ما احنا بنقول كده، الشياكة بتاعتها غريبة، وبتعرف كده بالفطرة، مش محتاجة حد يعلمها. وكمان تاخد عنها ان هي مش سهلة، ماكرة شوية، عندها سنة مكر يعني. بصراحة أنثى برج الميزان مش من البداية ما بتحسش ان هي كتاب مفتوح، من البداية بتحس ان هي يعني ممكن تعرف تلف وتدور عليك في البداية، تشتغلك زي ما احنا بنقول يعني، توصل لك اللي هي عايزاه بطريقة غير مباشرة، وتكلمك كلام ممكن تشتمك كمان من غير ما انت تمسك عليها حاجة. شاطرة هي في الحاجات اللي زي دي، فتحس ان هي ماكرة شوية وأنيقة جدا على فكرة الأنثى دي. ولما تتعامل معاها بقى بعد كده، احنا بنتكلم في الانطباع الأول، هتعرف ان هي أنثى عسل قوي، بس لو قلبت عليك بقى انت وحظك، فحاول بقى الموضوع بإيدك يعني، ما تخليهاش تقلب عليك. العقربة جذابة دائما، هي أنثى كده لو لابسة شكارة يعني، مش متزينة أو لابسة أي حاجة، سبحان الله، ملامحها، صوتها، ضحكتها، رموشها، نظرة عيونها، لازم تلاقي فيها حاجة جذابة، أو كل دول على بعض جذاب. أنثى جذابة من الدرجة الأولى، ده الانطباع اللي يتاخد عليها في البداية، رجال وإناث يقول لك ده أنثى جذابة، إيه الجاذبية التي لا تقاوم؟ العقربة كده يعني. خلينا أقول نصيحة كده، لو أي أنثى عايزة الانطباع الأول ده يعني حباه عن نفسها وعايزة إن هو يدوم، كل ما عليك إن هو لو أنت ارتبطت مثلا برجل أو بشاب، شوفي أول موقف هو شافك فيه أو أول لقاء كان بينكم كنت بتتعامل ازاي، وامشي على النهج ده لو انت حابه الانطباع ده وعايزاه يفضل شايفك يعني ايه كده على طول. وخليني برضو اذكر يا جماعه، في نصب كتير قوي بيحصل على الفيسبوك، رجاء انا ماليش غير صفحه واحده اسمها محمد ابو زيد على الفيسبوك، اي صفحه تانية نصابه، اقسم بالله الغوا الاشتراك مع الناس النصابين دول عشان مصلحتكم، اختراق ايميلات وشغل كده انا ما بحبوش، وبحذر في كل فيديوهات. القوسيه بقى دلوعه، تاخد عنها على طول الانطباع ان هي انثى دلوعه، ابتسامتها، ضحكتها، صوت
دي حكيتها طريقة مشيتها، حتى ليها طريقة مميزة أنثى برج القوس، بصتها السريعة أو لفتتها السريعة، عندها لفتة سريعة كده لما تبص يمين أو شمال أو ورا تلاقيها ليها طريقة مميزة كده، بتحس إن هي دلوعة حتى لو كبيرة في السن، والله حتى لو مش بنوتة يعني تحت الـ20 أو فوق الـ20، حتى لو كبيرة في السن تلاقيها برضو تحس إن هي دلوعة، أو ده الانطباع اللي دايما يتخذ عن الأنثى دي. أنثى برج الجدي دائما ما يؤخذ عنها أنها مغرورة، مفيش نقاش مفيش كلام، المشية بتاعتها وطريقة بصتها من فوق لتحت كده، وعندها نوع يعني بتأنف هي شوية، وتلاقيها ماشية دايما متزنة، ما تهرولش أو تسرع على مهلها كده واحدة والتانية، أو متزنة في الخطوات بتاعتها وثقة الخطى زي ما احنا بنقول تمشي، وحاجات كتير انا مش عايز اطول، ده احنا معانا كل الناس مش عايز اطول في الحلقة، المهم ان هي انثى على طول الانطباع الاول اللي بيتاخد عنها يا نهار ابيض على الغرور، مغرورة قوي الانثى دي قوي، مناخيرها في السماء عدت السحاب كمان. اما انثى برج الدلو فالانطباع الاول اللي يتاخد عنها ان هي ناعمة، انثى ناعمة قوي، الهدوء اللي بيسيطر عليها والاتزان وترتيب الكلام وترتيب الجمل وانتقائها والعبارات والابتسامة الخفيفة وصوت الضحكة اللي ما هوش عالي على طول، وش تقول ايه النعومية دي، ولذلك من اول قعدة كده هي صاحبة قوة ناعمة، من الناس اللي صاحبة قوة ناعمة، وقلنا قبل كده ممكن تحس ان انت مسحور بالانثى دي. اما الحوتية فعلى طول والمعروف، وده شائع كتير وتلاقي كتير كمان قبل ما انا اقول عارف، انثى فاتنة، الفتنة مع انثى برج الحوت، الانطباع الاول اللي اتاخد عن الانثى دي ان هي انثى فاتنة قوي قوي قوي، الكلام طبعا للرجل، الرجل العين، خدوا عين يشوفوا بيها، يعني لو في انثى شايفه غير كده، او انثى مش شايفه في نفسها كده، او انثى تانية ما بتحبش واحده فشايفه فيها الصفات دي مش فيها، اقول لك خدي عين الراجل، خدي عيون الراجل شوفي بيها عشان تتاكدي بنفسك وتعرفي هو بيشوف كل انثى ازاي. حلقه عجبتكم دوسوا لايك رجاء، اكتبوا لي ارائكم وقولوا لي الكلام ده صح ولا لا، انا بقرا كل تعليقاتكم ما تقلقوش، وان كنت ما بعرفش يعني او ما عنديش وقت صراحة ان انا ارد على كله بالتفصيل فاعذروني، ولكن لازم اقرا كل تعليقات عيلتي وحبايبي يعني والناس اللي انا بعتز بيهم قوي وبحب ان انا اكون دايما قريب منهم، فاكتبوا لي ارائكم، تابعوني كمان على صفحتي على الانستجرام، الروابط دي متثبتة في اول تعليق وصف الفيديو. مع السلامة وهتوحشوني، وإن شاء الله هنلتقي بكرة، عندنا حلقتين، حلقة بعد العصر رجل برج الجوزاء هنتكلم عنه، وحلقة تانية بقى لسه هنعلن عنها في المنتدى. يلا مع السلامة.